الموتى مش بالبيئات والله بالالفات في جداب يا الله يعني تذبحوا في جداب يا والله حرام لا اله الا الله محمد رسول الله حرام والله حرام شهيدة ربي إذا الله المطبوخ المجيبة ماشي للنار لكن يا رب أنم أخذها تموت تحت الصليب والله كان آخر يوم في عمري يا معمر قذافي طلعك من قبرك ليبيا بزنقة زنقة حفرة ونحرقك قسم بالله العظيم معمر قذافي لو كان يقتلوك تطلعك من قبرك قسما معظما شهيدا نذبحك والله العظيم انت وميت دفنينك تطلعك ونحرقك بزنقة زنقة حفرة وين حقوق الإنسان وين المنظمات الدولية ليبيا تعاني ليبيا تموت ليبيا تردف يا الله يا الله